طبعا بفقرتنا الاولى الفقره الطبيه رح نحكي عن موضوع كثير مهم ومنتشر يمكن لدرجه كثير كبيره مو من هلا يمكن منذ نشاه العلوم الطبيه، هو العلم علم الطاقه يلي يمكن اثبتت الدراسات الحديثه فعاليته واثبتت كمان مدى جدارته وقدرته على الاستشفاء. بس اليوم كثير معلومات رح نتعرف عليها، هل يمكن للمريض الاستشفاء عن بعد؟ شو هي اليات الاستشفاء؟ وطبعا يعفف غيرها من الاسئله اللي اكيد رح نجاوب عليها بدقه كبيره. اكيد فرح، وعلى الرغم كمان من الجدل الكبير يلي صار بخصوص هذا الطب البديل او المكمل، الا انه اثبت جدارته وفعاليته بكثير من المناسبات، وكثير من المجتمعات هلا بالاونه الاخيره صاروا عم يتبعوا الاستشفاء بالطاقه الكونيه او ما يعرف كمان بال هو الاستشفاء بالطاقة الكونية، يمكن ما له اسم ثاني، ورح نتعرف اليوم على آلية تطبيقه وطرق العلاج بالطاقة وكثير تفاصيل مع الدكتور سمير هادي اختصاصي بعلم الطاقة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، صباح الطاقة الإيجابية والفرح والسرور يا رب. يسعد صباحك دكتور. شايف في طاقة إيجابية ورغم كل هاي الظروف والضغوطات اليوم بنحاول قدر الإمكان مثل ما بنقول يكون في طاقة إيجابية. بس قبل ما نحكي عن الطاقة خلينا نعرف اليوم شو هو الطب البديل أو الطب المكمل يلي مثل ما عرفنا بالمقدمة إنه منذ نشأة العصور أو نشأة العلوم الطبية هو موجود لحتى اليوم. هلا بداية لما بنحكي عن الاستشفاء بالطاقة فهو عنصر رئيسي من عناصر علم الطاقة ككل، علم الطاقة الشمولية، هو جزء لا يتجزأ عن علم الطاقة، من أساسيات علم الطاقة. الاستشفاء بالطاقة الحيوية هو يعتمد كمكمل وكمتمم للطب الحديث يلي نحن بنعرفه واللي نحن بنتداوله بعصرنا الحالي. إذا نحن ما عم نحكي عن إلغاء أو شيء بديل أو شيء يعني أساسي غير متمم لباقي العلوم، لا، هو علم متمم للطب الحديث اللي نحن فيه. هو من هون تكمن أهمية الاستشفاء بالطاقة الحيوية، لأنه نحن عم نحكي عن الطبيعة، عن العلوم الطبيعية، ودائما كلنا بنعرف نحن كل ما كان الإنسان أقرب للشيء الطبيعي كل ما بيكون بحالة جيدة أفضل. دكتور صار في جدل كبير بخصوص هذا الموضوع إنه استشفاء بالطاقة أو ممكن عن جد الشخص يتم علاجه عن طريق بس الطاقة، يعني هون الواحد شوي بيستغرب شوية بينتابه شكوك حول الموضوع إنه كيف هيك وكيف ممكن، وفي أشخاص ممكن لحد هلا ما بتصدق إلا لبعد ما تخوض التجربة. خلينا نحكي عن أكثر عن الاستشفاء بالطاقة، كيف ممكن يتم أو العلاج ممكن يتم بشكل نهائي؟ هلا هذا الموضوع يلي ممكن يصير فيه لغط ببعض الاحيان، انه انا كيف بدي استشفي بالطاقه او اتعالج بالطاقه بغض النظر عن اي علاجات اخرى. الفكره الاساسيه او التوضيح هو كبدايه، نحن لما عم نحكي عن الاستشفاء نحن عم نحكي عن امر نفسي يتعلق برفع المناعه، يتعلق بدعم المعنوي، رفع الثقه بالنفس، وبالتالي كل ما كان الانسان نفسيته افضل، معنوياته اقوى، كل ما بتكون امكانيه استجابته اصلا للشفاء اوضح وافضل. وهذا اللي بيفسر انه ببعض الاحيان بنلاقي شخصين يعانوا من نفس المرض وهن تقريبا بنفس العمر، ولكن حدا منهم مستسلم وعم يعاني جدا من هذا المرض، والشخص الاخر عم يقاوم وعم يمتثل للعلاج بشكل اسرع. وهذا تقريبا نوعا ما من انواع الاستشفاء بالطاقه الحيويه اللي هو رفع المناعه، الدعم المعنوي، الدعم النفسي، مما يؤثر ويؤدي لتسرع او تسارع عمليه الاستشفاء بشكل واضح جدا. ومن هون بتكمن اهميه الاستشفاء يلي بيتبعوها اغلب الاطباء لما هن بيعملوا دفع معنوي للمريض، لما هن بيحكوا معه كلام ايجابي، لما هن بيحسسوه انه انت عم تتقدم خطوات جيده. فهذا مع الأدوية مع العلاجات العادية يسرع من عملية الاستشفاء. دليل على كلامك يعني وقت حدا بيمرض بيقولوا له خلي معنوياتك عالية منشان إذا تسرع بالشفاء، يعني بتلاقي الواحد إذا مهموم وعم يفكر بيطول لحتى يطيب أو بيطول نسبة الشفاء. فالحالة بالضبط. النفسية هي أهم شيء، وحتى أحيانا في أمراض معينة أساسها نفسي أو جذرها نفسي. تمام. مثل لما بنحكي عن أمراض السكري والضغط فهو الجذر والأساس نفسي، فإذا بدها تكون في حالة المرض هي النفسية متعبة فهو هو كل ما بده يستسلم اكثر من المرض وبده يعاني اكثر ويتعب اكثر. لا، هو عم يتناول ادويته، عم ياخذ علاجاته، لكن كمان بحاجه لرفع المعنويات والدعم النفسي حتى يحسن يتماثل للشفاء بشكل اسرع. تماما، يعني دكتور خلينا نقول مثل ما الحاله النفسيه او الحاله المعنويه ممكن تكون مسبب من مسببات المرض، كمان الحاله النفسيه ممكن تكون احد الاسباب بالضبط القويه بالضبط والاساسيه بالعلاج. اذا بدنا نحكي اليوم تفصيليا كيف بيكون العلاج بالطاقه وشو هي الخطوات اللي
المفروض المريض يتبعه في حال هو آمن بشكل كامل بهذه الطريقة، والطرف المحيط شو واجبه تجاه المريض؟ نقطة كتير مهمة اللي ذكرتيها حضرتك أنه يكون مآمن بالعلاج أو الاستشفاء بهذه الطريقة. نحن ما فينا نقوم بجلسات علاج أو جلسات استشفاء لحد عم يجرب مثلا، أو هو ما بين بين، أو موضوع فضولي، أو موضوع لا، لازم يكون هو على يقين ويكون متجاوب مع الشخص المعالج، لأن نحن عم نحكي عن الطاقة يعني عن النفسية. فإذا بدأ يكون في تمثيل أنه أنا شخص أوكي لكن هو ضمنيا لا، فحيكون نتيجة الاستشفاء معنا بها النسبة العالية أو النسبة المرتفعة. فكتير مهم أنه يكون الشخص بذاته هو مآمن بهذا العلم ومآمن بهذا النوع من الاستشفاء. البيئة المحيطة مهمة جدا مثل ما ذكرنا قبل شوي، الدعم النفسي، وجود الداعمين النفسيين، الأشخاص الإيجابيين بحياته لهذا الشخص، كمان هذا بيساعد بجلسات الاستشفاء أنه تكون بشكل أفضل. بالنسبة للخطوات، فنحن عم نحكي عن نوعين للاستشفاء بالطاقة. النوع الأول واللي يسمى الريكي، اللي هو متعارف عن أغلب الناس الريكي، والنوع الثاني يسمى البرانا. هلا هن تقريبا بيشبهوا بعض الى حد كبير، لكن الفرق ما بين البرانا والريكي انه البرانا تتم عن طريق انه يكون المعالج والمريض جنبا الى جنب بنفس المكان، وعن طريق لمس العضو المتألم او مكان الألم. يعني البرانا لازم يكون في تواجد عن قرب، والمعالج يقوم بلمس اعضاء المريض اللي عم تعاني من ألم او مشكلة صحية بطريقة معينة بعدد دقائق معين. الريكي لا يشترط انه يكون الشخص والمعالج متواجدين بنفس المكان. هون نفس النتائج دكتور ممكن نقول، او ممكن تكون نتائج عن بعد هي يمكن اقل نتيجه او اقل بشوي اذا بدنا نقول؟ هلا كنتائج هي نفسها تماما، لكن هون الفرق يعود للشخص المعالج. يعني في بعض المعالجين لا يستطيع ان يقوم بجلسات الطاقه عن بعد، بحس انه ماله مرتاح 100% او بحس حاله ما راح يعطي النتائج. لكن اذا كان هذا الشخص متمكن فهو نفس النتائج تماما، لانه بالنهايه نحن ما عم نتعامل مع الجسد كجسد، نحن عم نتعامل مع النفسيه، عم نتعامل مع الأمر الروحاني، مع الشيء المسبب لهذا المرض. مثل ما حكينا عم نتعامل مع جذر المشكلة، بالإضافة إلى برمجة العقل الباطن. نحن خلال البرانا أو الريكي دائما في اعتماد على برمجة العقل الباطن، لأنه هو المحرك الأساسي بحياة الشخص. إذا كان هذا الشخص المريض عم يعاني من مشكلة صحية معينة، وبالتالي عقله الباطن مبرمج على أنه أنا يائس، أنا مريض، أنا صعب عم قوم بهي الخطوة، أنا وضعي الصحي عم يدهور، فنحن بنقوم بإعادة برمجة العقل الباطن من خلال عدة تمارين. أهم هي التمارين هي تمارين التنفس، لأنه نحن لما بنرفع الأكسجين بالجسم بنزيد مستوى الأكسجين بالرئتين، وبالتالي تدفق الأكسجين إلى الدماغ، بالتالي هذا بيعطي نوع من الطاقة الإيجابية. ووقت بيكون في طاقة إيجابية مرتفعة، بالتالي هذا رح يندرج على الأفكار تبع هذا الشخص. لما بيكون الشخص أفكاره إيجابية حيحس بتحسن مباشر. يعني أهم ما بجلسات الطاقة إنه التحسن أحيانا بيكون بشكل مباشر مو بعد أيام. كتير حلو، نتائج مباشرة. خلينا نضوي على نقطة مهمة دكتور، ذكرتها أنت أنه الشخص بتكون معنوياته عالية وبيكون عنده حالة إيجابية عالية كمان بتساعد بسرعة الاستشفاء. ممكن الشخص إذا هو قاعد بالبيت وعنده هاي القدرات الإيجابية وعنده حالة من الإيجابية أو القدرة ممكن على آلية الاستشفاء لحاله، ممكن هذا الشيء يصير ولا لازم يكون في خبير؟ هلا هو ممكن، لازم بس لازم يكون هذا الشخص متمكن، يعرف يعمل كل تمرين، يعرف يعمل التمرين مثل ما هو بالعدد المعين بالطريقه المعينه. يعني الموضوع ما بينتهي عن مثلا فيديو انا حضرته على اليوتيوب فانا بطبق على نفسي فما راح استفاد. لازم يكون عنده تجارب، ممكن عامل دوره، او ممكن هو مستشير اخصائي اخذ منه رؤوس الاقلام متعلم منه. ولكن بالامكان انه هذا الشخص يقوم ببعض التمارين، والاهم من كل هذا انه هي التمارين هي معنى تمارين مجهده او متعبه او مثلا بدها مكان معين او كذا، لا، بامكان اي شخص هو متعلم بهذا المجال عنده الخبره الكافيه. هي بعض التمارين اللي لها علاقه بالتنفس واعاده فتح مجرى الشاكرات، لانه بده يكون في عطل معين بشاكره من الشاكرات ادت لهذا المرض المعين. فهو وقت يكون في عنده خبره كيف يعيد تحرير مسار طاقه هي الشاكرات الموجوده بالجسم، بالاضافه للتمارين التنفس اللي هو لازم يكون متعلمه، هذا الشيء رح يساعده رح يريحه. لكن هذا ما بيغني عن استشارة
استشاره اخصائي في حال حس حاله ما عم ياخذ النتيجه المطلوبه او حس حاله انه ما عم يقوم بالجلسه بشكل صحيح، لازم يلجا للاستشاري حتى يصحح له طريقه الجلسه. دكتور، اليوم حكينا الايمان بهذا العلم ويمكن اللجوء اليه بعد قناعه هو شيء اساسي وشرط من شروط نجاح الاستشفاء. اليوم هل هناك شروط ثانيه او ممكن الخبير يطلبها من المريض كاعداد لدخول مرحله الاستشفاء؟ وايضا بعد ما تتم العمليه او جلسه الاستشفاء خلينا نقول، كمان في نصائح ممكن يطلبها الخبير من المريض ممكن يقوم فيها لحتى تتم العمليه بنجاح؟ هلا في شروط اساسيه لازم يتبعها الشخص المريض قبل ما يكون بجلسه الاستشفاء بالطاقه. من الشروط مثلا انه هو ما بيقدر يدخل على جلسه الطاقه بمعده ممتلئه، يعني ما بصير هو يكون اكل هلا وفورا يروح يعمل جلسه الطاقه. لازم على الاقل يكون مارق ساعه ونص، يعني من ساعه ونص لساعتين من اخر وجبه اكل كامله. طبعا احنا ممكن هو ياكل تفاحه او ياكل شيء بسيط اوكي، لكن كوجبه كامله لازم يكون مارق من ساعه ونص لساعتين. الشرط الثاني اللي هو المعدن، ما بصير هذا الشخص يدخل على جلسه الطاقه وهو لابس شيء معدني، لانه المعدن يمتص الطاقه، فانا كمعالج وقت اللي بدي اعمل جلسه طاقه لفلان فرح يمتص المعدن اللي هو لابسه وبالتالي ما رح يستفاد، لذلك دائما بننبه انه اي شيء معدني لابسه شيله خليه على جنب بس نخلص جلسه طاقه بترجع بتلبسه. الشرط الثالث انه يكون هذا الشخص موجود بمكان هادئ ومريح ولوحده، هذا شرط رئيسي، لانه احنا عم نشتغل على التركيز، على العقل الباطن، على رفع مستوى الوعي، فاذا كان هذا الشخص من ضمن مجموعه من الناس او جنبه ابنه او جنبه حدا فرح يتشتت تركيزه وبالتالي ما راح ياخذ الاستجابه او ما راح ياخذ النتيجه المطلوبه. من اهم الشروط كمان هو موضوع الماء، كنا بنعرف انه عنصر الماء هو من اهم العناصر على كوكب الارض اللي بيحمل الطاقه الايجابيه وهو رمز اصلا للطاقات الايجابيه. وبيدخل بتركيب جسم الانسان كمان. تماما. فنحن كمان بننصح قبل جلسه الطاقه انه يشرب كاسه مي مثلا، وكمان بعد جلسه الطاقه ممكن يشرب كاسه مي او يعمل دوش مي. هذا بيساعد على استقرار الحاله الايجابيه بعد الجلسه. ذكرت انه لازم المعدن ما يكون الشخص لابسه، فبيقولوا انه الفضه الشخص اللي بيلبسها بيرتاح، او ممكن الفضه بتسحب الطاقه السلبيه او بتريح نوعا ما. هلا بالنسبه للمعادن فالفضه ولا ذهب؟ الفضه والذهب هن من اهم المعادن المرتبطين بالطاقه. لكن الفضه هي عنصر ذكوري، دائما بننصح نحن بالفضه للذكور لانه عنصر ذكوري وبتدخل بتركيبته الاحساس بالقوه، بالثقه بالنفس، بالشجاعه، بعكس الذهب تماما واللي هو عنصر انثوي. دائما نحن بنلاحظ بننصح النساء بالذهب والذكور بالفضه. اليوم ما رح ننصحهم بالذهب خالص، خلينا ننصح على بشيء. فالمعدن دور مهم تماما. كيف ممكن انه يأثر المعدن بجلسة الطاقة انه يسحب الطاقة الإيجابية او يعطي طاقة سلبية؟ هو يؤثر، يعني في تناقض هون كأنه ما؟ هلا مو موضوع تناقض، الفكرة إذا حضرتك مثلا لابسة نوع من أنواع المعدن وأنا عم قوم بجلسة طاقة، فجلسة الطاقة هي ما رح توصل للجسم، رح توصل للمعدن، وأنا ما بدي إياها توصل للمعدن، أنا بدي جسم الإنسان هو اللي يستفاد منها، فبالتالي هو هي قطعة المعدن اللي لابسها شو ما كان، يعني مو شرط فضة أو ذهب، حتى لو كان معدن عادي فهو بده يتخلص منها يخليها على جنب خلال الجلسة، وبعد الجلسة بيرجع بيلبسها بشكل طبيعي وعادي. تمام. كمان دكتور في من الأشياء يمكن اللي بنسمعها بالحياة اليومية نوعية الأكل اللي عم نتناولها. في ناس بيقولوا إنه الأكل بحسه طابق على قلبي مثلا، حتى إذا ما كتر في نوعية معينة من الأكل، وحتى يمكن بفصول معينة مثلا بيقولوا ممكن تبعد عن البهارات عن التوابل، هذا الشيء له تأثير بالطاقة كمان نوعية الأكل، في نصائح معينة بهذا الموضوع؟ هلا دائما الطاقة والغذاء هن وجهين لعملة واحدة لا ينفصلون عن بعض ابدا، حتى اذا بنحكي عن الشاكرات اللي هي اصلا موجودة بجسم الانسان، فمن طرق تفعيل وتنشيط هي الشاكرات هي شيء له علاقة بالغذاء. يعني احنا مثلا نحكي عن شاكرة الضفيرة الشمسية اللي هي موجودة بمنطقة البطن او السرة، يتم تفعيلها عن طريق تناول المأكولات اللي بتحمل اللون الاصفر. نفس الشيء لما نحكي عن شاكرة القلب يلي لونها يرمز لها باللون الأخضر، يتم تفعيلها عن طريق تناول مأكولات اللي بتحمل اللون الأخضر. وبالتالي الغذاء مرتبط بشكل كامل مع الطاقة، إن لا ينفصلون أبدا. أما بالنسبة لنوعية الغذاء فكل ما كان هذا الغذاء صحي أكثر، كل ما كان هذا الغذاء مناسب. طبعا هذا يعود لطبيعة جسم الإنسان، في اشخاص يميلوا للاكل الدسم، في اشخاص ما بيقدروا على الاكل الدسم، نفس الشيء لما بنحكي عن الخضره والفواكه، في اشخاص حياتهم كلها خضره وفواكه، في اشخاص ما
بيتقبلوا. بالنهاية الإنسان حكيم نفسه، هو بيعرف متطلبات جسمه، بيعرف إمكانياته، بيعرف قدراته، شو الشيء اللي بيزعجه، وبالتالي بيتبع هذا النوع. عنا هاي الثقافة برأيك دكتور؟ هلأ يفترض أنه تكون الطبيب الذاتي للأسف سمين. للأسف مو بشكل كتير، يعني أنا أغلب الأشخاص اللي بيتواصلوا معي بيكونوا عم يعانوا من شيء من هذا النوع، انه مثلا انا ما فيني يوم الجمعه بلا الفول والخبز، وانا ما فيني، هي عادات وتقاليد، فنحن في اشياء ما فينا نلغيها، في شغلات متعودين عليها، طبعا عم نحكي على سبيل المثال. لكن كفكره عامه، كل ما هذا الشخص التزم بغذاء صحي، ومو بس الغذاء، حتى روتين الحياه، يعني لما بنقول النوم ليلا لساعات كافيه، الاستيقاظ بشكل مبكر، يعني يكون روتين حياة صحي، كل ما هذا بيعزز من طاقة الجسم الإيجابية، لأنه شاكرات الجسم بتصير تشتغل بالشكل الصح، تصير فعالة بشكل أكبر، وبالتالي بيكون الإنسان بشكل إيجابي أكبر. دكتور قبل ما يخلص وقتنا، خلينا نستذكر بعض الحالات المرضية الصعبة، خلينا نقول مثل اللي عندهم كانسر أو تصلب لوحي أو أمراض بتطول بالشفاء أو صعبة الشفاء منها، يعني صار عندك حالات استشفاء من هاي الأمراض من خلال المعالجة بالطاقة؟ كيف كانت النتيجة؟ كانت قد ايه النسبة مثلاً؟ كيف كان تعامل المرضى مع الموضوع؟ هلا للأمانة والفضل لله إنه صار في أكثر من حالة استشفاء كامل لأشخاص عم يعانوا من أمراض صعبة. لكن هون في برنامج، في خطة كاملة. نحن لما نحكي عن حدا مريض سرطان أو تصلب لويحي أو مرض من الأمراض يلي بصاحب هذا المرض بيعاني من مشكلة نفسية أكثر من المشكلة الجسدية، بتكون نفسيته محبطة للآخر، فهون بده يكون برنامج، يعني هو عم ياخد دواء، عم يتابع مع طبيبه المختص، عم يتابع مع إجراءات المشفى اللي هو عم يعتمدها أو اللي عم يكون بشكل دوري، وبالمقابل كمان هو عم يتابع مع المعالج بالطاقة، كان عن طريق جلسات الاستشفاء بالطاقة أو استشارات الدعم المعنوي والنفسي. انا حين ممكن يتواصل معي شخص اللي انه انا مكتئب كثير، تعبان كثير، فممكن عن طريق الدعم النفسي، بعض النصائح، اطلع اتمشى، الجأ للطبيعه، روح لمكان فيه خضار، البس الوان مفرحه، غير شيء مثلا من شكلك، لا تكون روتيني، مثلا تغيير قصه شعر، تغيير شيء باللوك، هي الامور التفصيليه هي بترفع يعني من الطاقه الايجابيه، بخلي الواحد يطلع من المود السلبي نسبيا قد ايه يعني. تماما. لكن مع جلسات الطاقه، اذا هذا الشخص، ونحن حكينا قبل شوي انه بتكون النتيجه مباشره، وهذا اللي بيخلي الشخص ينبسط، هو لما بيكون عنده مرض صعب وبيشوف حاله بلش يرتاح بعد الجلسه، فبيقرر الاستمرار باستمراريه هي الجلسات. الفضل لله احيانا عم توصل نتيجه الاستشفاء ل 90 95% نسبه كثير عاليه. تماما. هون قد مهم التعاون بين الطبيب المختص وطبيب الطاقه لتحديد حاله المريض، يمكن لحتى يمشوا معه خطوه خطوه لحتى نوصل لهي النتيجه العاليه 90 و95%. بالضبط، وهذا اللي كنا عم نحكي فيه حضرتك، انه هو عم يتابع مع طبيبه وطبيبه عم يتواصل مع المختص بالطاقه، بالتالي انا عارفان هو لاي مرحله واصل، هل هو عم يتقدم، هل هو بمكانه، هل هو في تراجع، ففي تواصل ما بين المعالج والطبيب، الطبيب اللي عم يتواصل معه بشكل يومي او شبه يومي لمعرفه حاله هذا الشخص، ويعني مساعدته بقدر الامكان لتجاوب الفتره اللي هو فيها. وخصوصا نحن لما بنحكي عن الامراض الصعبه، بتكون الحاله الاولى يعني المبدئيه اللي بيعرف فيها هذا الشخص انه هلا عرف وانه عم يعاني من مرض، فاهم شيء هو موضوع النفسيه، انه نحن ما نسمح للنفسيه انه تنزل للارض، لانه اذا بدها تكون نفسيته بالارض، قد ما اخذ ادويه، قد ما اخذ علاجات، فهو ما راح يستفاد. فهون بالتعاون ما بين المعالج بالطاقه والطبيب المختص، بنحاول دوائيا وعن طريق جلسات الاستشفاء نرفع من هي المعنويات، وبالتالي استجابه اسرع واكبر. اليوم هيك لكل حدا مريض او ممكن لكل حدا بشكك بوجود الاستشفاء بالطاقه، يمكن اشخاص ما كثير تستوعب انه هذا الكلام معقول، انا نفسيتي اذا كنت مبسوط ومتصالح مع المرض اني اشفى منه، في عالم ما كثير تستوعب الفكره، خلص عندهم شيء ادويه وعلاجات وخالصين. اليوم اهم النصائح يلي بتقدمها للاشخاص المرضى ان كانوا عم يعانوا اكتئاب او امراض جسديه او حتى نفسيه؟ على بدايه موضوع الاختلاف والتشكيك، فهذا موجود بكل العلوم، موجود بكل وقت، بكل زمان، ومع كل الاشخاص، فالاختلاف والتشكيك طبيعي. لكن احنا اذا بنحكي عن جلسات الاستشفاء والعلاج،
العلاج. فأنا بنصح الأشخاص أنت ما في داعي أنك تعمل جلسة استشفاء كاملة، لا، خلي روتين حياتك طبيعي وصحي، مثل تمرين التنفس بشكل صحيح اللي هو رفع مستوى الأكسجين بالرئتين، تنفس الأنف العميق، حبس النفس لمدة 4 ثواني ومن ثم إطلاق النفس بزفير أنفي مع إغلاق الفم. فهذا النوع من التمارين الخفيفة اللي أنت بتعمله بذاتك رح تشعر بالطاقة الإيجابية، رح تشعر بتدفق هاي الطاقة، وبالتالي موضوع الإيمان بعلم الطاقة أو الجلسات الاستشفاء بالطاقة من عدمه فهو شيء مختلف عليه، يعني هو علم موجود وقائم، لكن بعض الأشخاص ممكن تقتنع وتصدق، وخصوصا الأشخاص يلي بيجربوا هاي جلسات الاستشفاء وبيعرفوا أهميتها. إذا بدنا نقول كجانب وقائي مو جانب استشفائي، اليوم كلياتنا عم نعيش بضغوط كتير صعبة وللأسف الضغوط عم تتزايد، ما بدنا نكون سلبيين كتير، في ناس إيجابيين بطبعهم شو ما مرقوا، في ناس يمكن تحت ظروف الضغوط بيضطروا نوعا ما لحتى يعيشوا حالة معينة، كوقاية شو بتنصحنا دكتور لحتى ما نفوت بهي الضغوط؟ هلا بالنسبه للظروف الصعبه فهي عامه، تمام، الظروف على الجميع، لكن كمان نلاحظ انه في اشخاص ايجابيين رغم هاي الظروف، في اشخاص لا مستسلمين وسلبيين. النصيحه الوقائيه اللي نحن دائما بنقدمها للاشخاص، انت بامكانك تعمل رده فعل مباشره انيه، يعني انا اذا اجاني خبر غير جيد فالطبيعي اني ازعل اعصب ما افرح، لكن لفتره مؤقته. الغلط اني انا استمر بهي الحاله السلبيه، اني انا استمر لايام مثلا وانا بهي الحاله السلبيه وانعزل واكتئب، هون بدها تنخفض طاقتي. لا، رده الفعل هي شيء طبيعي، لكن ما نستمر بهي رده الفعل السلبيه وننهض من جديد. بالنهايه دائما بنقول ان شاء الله بكره احلى والايام الجايه احلى، وتفائلوا خير تجدوه. أكيد إن شاء الله يا رب. يعني عن جد في أشخاص مثل ما قلت فرح بيكون عندهم معنوياتهم عالية وقدرة إيجابية على تخطي الأمور والأزمات، ممكن حتى أوقات ما يحسوا فيها، يعني لدرجة الطاقة العالية يلي عندهم. أكيد نتمنى الشفاء للجميع، وإن شاء الله هيك على طول بتضلوا بالطاقة العالية والروح الإيجابية يلي بتضل تساعد على تخطي الأزمات كلها. شكرا كثير لك دكتور. شكرا دكتور، والصحة والسلامة أكيد للجميع. وأنا بدي لكم يعطيكم ألف عافية، وبتمنى لكم لكم وللسادة المشاهدين بقية نهار بطاقة إيجابية عالية وفرح وسرور. وإلك كمان.